نرجع للنقاط الـ IPv6 وخلينا نمسح هذا حتى ناخذ نمسح هذا حتى تجي النقاط اللي أمامنا اللي قلنا نريد نتناقش بيها. هاي النقاط أعتقد أصبحت واضحة، أقدر أمسحها. أوكي، هاي النقاط أصبحت واضحة. أريد أبين كم نقطة مهمة جدا بالـ IPv6 حتى يوضح الموضوع. كذلك قبل ما نبدي يعني بالكلام على السكيورتي للـ IPv6، النقاط هي اللينك لوكال أدرس، لينك لوكال أدرس. وطبعا يرافق دائما موضوع لازم ينذكر يسمو الاوتو كونفيج. اوكي، الاوتو كونفيج اريد ابينه كذلك. اللينك لوكال ادرس والاوتو كونفيج شنو فكرتها، ولو الاوتو كونفيج موضوع اخر، بس اللينك لوكال ادرس شنو؟ قال لك يابا بما انه الاي بي في 6 طويل وبعض التعقيد فيه، مثلا اذا تحب تقول هذا او صعب وكذا، قال لك السيستم، اي سيستم، ويندوز، اي او اس، سيسكو، راوتر، يتعامل مع الاي بي في 6 عنده مرونه وعنده امكانيه يعطي لينك لوكال ادريس او يعطي اوتوماتيكلي اي بي ادريس. كيف هذا؟ شلون يعني يكون شكله؟ اي اي بي يبدي ب اف اي 80:10، يقول لك يابا هذا لينك لوكال ادريس، هذا لينك لوكال ادريس او اوتوماتيكلي. هتقول لي دقيقة كيف؟ احنا نريد 8 أجزاء، اي هذا جزء واحد والبقية الاجزاء هنا كلها صفارة. تمام، زين، هل ممكن نحاول نسوي لنا عنونة خاصة بينا؟ يعني مثلا اذا انت تقول راوتر او كمبيوتر، اذا هذا العنوان اجى لينك لوكال ما حيمثلني، يعني مثلا اني FE80 والبصفي FE80، فحيصير يعني تصادم او كذا، كيف يكون الموضوع يعني؟ الآن احنا رحنا لغير قضية أو غير موضوع، هذا باب لموضوع آخر اسمه الأوتو كونفيجريشن. مرة أخرى، الانترفيس بالراوتر وحتى الكمبيوتر من تفعل الـ IPv6 لح ياخذ هذا الـ IP الأمامك ويقول لك يابا هو هذا الـ IP الـ V6 اللي هو خاص بالكمبيوتر مالتك. انت حتتساءل، حتقول كيف؟ لأنه أنا نفس الـ IP، الآخر نفس الـ IP، شنو القصة؟ حيجي دور تكنولوجي مهمة جدا اسمها الاوتو كونفيجر. لذلك خليني اركز لك على الاوتو كونفيجر ونرجع بعدين على هذا الاي بي. ركزوا وياي، الاوتو كونفيجر فكرتها شنو؟ قال لك انت تريد 128 بت، صح؟ اللي هي شنو؟ اللي هي موضوع الاي بي في 6، يريد 128 بت. تمام، قال لك اوكي، ليش ما انت تسوي عنونة او تسوي ادريسنج ل 64 بت فقط، 64 بت. اوكي، وال 64 بت الاخرى، ال 64 بت الاخرى، هاي البت ال 64 الاخرى او ال 64 بت حتيجي من تكنولوجي اسمها الاوتو كونفيج. اوكي، يعني عندك 64 انت تقدر تخليها، او احنا حنستعيض عليها بهذا اللي هو الـ FE80، وباقي الـ 64 تيجي من الـ Auto Configure. زين كيف يكون هذا الموضوع؟ خلينا نقول مثلا احنا عندنا 11، نغير فقط اللون، نقول احنا مثلا عندنا 11 11، خلينا نكتبها يعني كلها 2 2 2 2 4 4 4 او 3 3 4 4 4. اوكي، هاي 64 بت. كيف؟ مثل ما شفنا بالبدايه، 16 بت زائد 16 بت زائد 16 بت، هاي 64 بت. تمام، احنا هسه نريد انذر 64 بت، يعني هاي ال 64 بت انت لازم تخليها. اوكي، زين، ال 64 بت الاخرى مين؟ قال لك من تكنولوجي اسمها الاوتو كونفيجر. يابا شنو قصه الاوتو كونفيجر؟ الاوتو كونفيجر حتسوي لنا الاتي، خلينا نخلي مثلا زائد هنا حتى نفهمها، هو ما في زائد بالاي بي في 6. اوكي، حنقول ال 64 بت حتيجي من الطريق الاتي. قال لك اني الاي بي في 6 راح ياخذ صوره او ياخذ كوبي من الماك ادريس. اوكي، بس الماك ادريس 48 بت. اوكي، الماك ادريس 48 بت، نحتاج بعد كم بت حتى نوصل لل 64؟ نحتاج بعد 16 بت. اوكي، ليش؟ لانه 16 زائد 48 حيطلع عندنا شنو؟ حيطلع عندنا ال 64 اللي نريدها. خلينا نجي نشيك.
اوكي عندي اني يعني الماك ادريس اللي حياخذ من عنده الاي بي في 6 صوره فقط ما يستخدمه، يعني ياخذ من عنده صوره من هاي العنونه، لانه هاي العنونه يونيك فريده فقط الكمبيوتر او الراوتر الانترفيس يملكها. ف 48 بت دبرتها اوكي، وحيزيد هو عليها من خلال تكنولوجي الاوتو كونفيجر، هسه اقول لك كيف حيزيد عليها 16 بت. 48 زائد 16 راح تطلع شنو؟ راح تطلع، خلي اكتب هنا انا كذلك زائد 16 بت اوكي، راح تطلع شنو؟ راح يطلع النتيجه او يساوي كذلك 64 بت، فحيكمل الاي بي في 6 اوكي. يعني نقدر نقول هاي 64 بت 64 زائد اوكي، هذا الزائد هنا ال 64 بت اللي هي مجموع الماك ادريس وفت قيمه اسمها 16، حنجي نشوف كيف يضيفها، يساوي 64 بت. تمام، هسه هاي الفكره، بس شوفني كيف هذا الموضوع حيصير هنا، شنو قصه هاي الغاز هنا ماك ادريس زائد 16 بت، كيف يكون هذا الموضوع؟ بالله هنا احنا خليناها العنونه 16 بت، احنا قدرنا نخليها. هاي شلون حتصير؟ انتبه معي، حتصير كالاتي اوكي. خلينا ننزل هاي حتى نفهمها، انا هذا كوبي وحيصير هنا اوكي، حيصير هنا. والان الماك ادريس، قصه الماك ادريس كيف؟ خلينا ناخذ مثلا الماك ادريس مال الكمبيوتر مالتي اللي دا اشتغل عليه، سي ام دي او اي بي كونفيج سلاش اول، خل اخذ اي ماك ادريس هنا، هذا الماك ادريس حاخذه، هذا الماك ادريس حيكون هنا اوكي، هذا الماك ادريس حيكون وضعيته هنا مثل ما تلاحظ هنا. طبعا هذا حيتغير، يعني الفورم مالته حتتغير، حيصير كل اربع ارقام بجزء like this اوكي، كل اربع ارقام بجزء، وطبعا بيناتهم شنو؟ طبعا بيناتهم هذا الكولوم اوكي. واتفقنا هاي شقد 48 بت اوكي، 48 بت غير كافيه، لازم نحتاج شنو؟ 16 بت. قلت لك الاوتو كونفيجر اني حسوي لك هاي 16 بت. ال 16 بت شو تمثل؟ تمثل اربع احرف مهمه اف 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 اي اوكي، اتذكرها اف 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 اي هي تمثل لي ال 16 بت. زين هاي وين تتخلى؟ يعني تتخلى في نصف الاي بي في 6، في نصفه يعني في المنطقة الوسطية هنا. خلينا نجي نشوف 1 2 3 4 5، وهنا 1 2 3 4 5، فحتتخلى تقريبا هنا اف 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 اي، فحيصير شنو؟ طبعا الفورمة حتتغير، هاي اربع ارقام، حتصير من هنا كذلك اربع ارقام دبل كولون، وهنا اربع ارقام، وهاي اربع ارقام اوكي. هاي حتصير شنو؟ 64 بت. لو تيجي تحسبها الان صارت 64 بت، 1 2 3 4 اجزاء، كل جزء شنو؟ كل جزء يمثل لي 16 بت، فمن نتيجة 64 بت حتطبق او تصير توجذر مع ال 64 بت اللي انت خليتها، فحيصير الناتج عندك اي بي ادريس في 6 يونيك. عملية أخيرة يقوم بها الأوتو كونفيجر هو تغيير الأول بتين من الماك ادريس، الأول بتين يقوم بتغييرها اللي هي هاي، حتى يضمن أنه ما يكون تصادم أبدا. حتقول لي مو شركتي كلها تستخدم 1 1 2 2 3 3 4 4، أقول لك نعم، بس الماك ادريس هاي العنونة، الماك ادريس هو يونيك فريد، ما حد يشبه الرقم الانترفيس الاخر، ما يتشابهن، الماك ادريس دائما يكون يونيك. فلذلك هاي معنى او فكره الاوتو كونفيجريشن، هذا كله يصير اوتو كونفيجر، يعني مو انت تتدخل به، فقط انت تشغل موضوع الاوتو كونفيجر. نرجع لموضوع اللينك لوكال، احنا هاي العنونه نعرفها، بس احنا الحقيقه ضفنا ال 64 بت، يعني تدخلنا بالموضوع. قال لك اللينك لوكال حتى ما تتدخل اصلا، كيف؟ قال لك هو حيضيف ال FFFEA0 اللي هي هاي اوكي، ويجيب الماك ادريس اللي هو هذا كوبي ويخليه هنا، صار اي بي في 6 كمل. حتقول لي كيف؟ لاحظ وياي ركز، كم جزء امامي؟ 1 2 3 4 5، هنا 3 اجزاء اصفاره، كمل اي بي في 6 كامل ويونيك. والكمبيوتر اللي بصفك
اوكي كذلك حيبدي ب FE80 بس بالتاكيد هذا حيختلف. ليش؟ الماك ادريس مختلف هناك، والاف اف اف اي حتصير موجوده بالنص. صحيح الاف اف اف اي بس الماك ادريس هو اوريدي شنو اوريدي مختلف بكل الانترفيسات. اذا اللينك لوكال ادريس هو خليط او نقدر نقول متكون من الاف اي 80 زائد الماك ادريس، في وسطه شنو الاف اف اف اي اللي تمثل لي ال 16 بت زائد الماك ادريس اللي يمثل لي شنو يمثل لي الماك ادريس او يمثل لي 48 بت. اوكي 48 بت زائد 64 بت راح يطلع شنو؟ راح يطلع الناتج 64 اللي هو اريده. ال 64 الاخرى يا اما ال FE80 او اللينك لوكال يغطي لي اياها، يا اما نقدر اخليها مانيوال. اوكي طريقة أخرى لاستخدام الأوتو كونفيجر أقدر أكتب الآتي، يعني فقط أريد أعطيك الطرق للـ IPv6. تقدر تكتب 1 double colon، أوكي وتقول له أوتو كونفيجر، هو 1 double colon هنا راح يجيب الماك أدريس مالتك، قلنا إحنا هذا example الماك أدريس مالتك، ويخلي شنو بداخله الـ FFFE. هل اكتمل الـ IPE؟ نعم. كم جزء أمامك؟ 1 2 3 4، وهذا الواحد يعتبر جزء 5. اذا هنا ثلاث اجزاء شنو؟ ثلاث اجزاء تمثل لي الصفاره كلها 0. اذا هاي فكره اللينك لوكال حبيت ابين لك اياها مع الاوتو كونفيجر لانه مهمه جدا. الفقره الاخرى كذلك اللوب باك ادريس اللي هو يمثل لي دبل كولون 1، هذا حتقول لي هل معقول هذا اي بي ادريس في 6؟ نرجع، كم جزء انا اريد بالاي بي في 6؟ أريد 8. كم جزء أمامي؟ 1. إذن هنا أنا 7 أجزاء كلها صفارة. لازم دائما تسأل نفسك هذا السؤال من تشوف أي IPv6. زين هذا IPv6 فقط دبل كولون ممكن؟ يعني هذا فقط هذا IPv6 ممكن؟ إيه نعم كلها صفارة. هذا معناته يعني هذا يساوي بالIPv4 يساوي هذا الIP. اوكي حتى تكون عندك المعرفه بموضوع الاي بي في 6. اللوب باك ادريس هو يسوي لك كونكشن بين الكمبيوتر وبين الكمبيوتر كذلك، لوب باك داخل الكمبيوتر حتى يشيك لك شنو؟ يشيك لك الكونكشن هل هو شغال او بروتوكول التي سي بي اللي اذا تشتغل عليه بالكمبيوتر شغال او لا. ناخذ مثال، اقدر هنا بالكمبيوتر مالتي اقول بينج دبل كولون 1 انتر، لاحظ ده يرجع لي ريبلاي اذا الاي بي في 6 مالتي شغال وده يشتغل بشكل طبيعي. ليش؟ لانه انا دزيت باكيتس من كمبيوتر للكمبيوتر لوب باك. تلاحظ يرجع بالاي بي في 4 اذا تتذكر كان عندنا بينج 127.0.0.1 اللي هو اللوب باك الخاص بالاي بي في 4. اوكي اذا عرفنا موضوع اللوب باك كذلك واتضح عندنا. عندنا شيء اسمه المالتي كاست، انتبه الاي بي في 6 يشتغل فقط مالتي كاست اوكي ويشتغل يونيكاست ويشتغل شنو؟ اني كاست. اوكي الاي بي في 4 يشتغل مالتي كاست يشتغل يونيكاست ويشتغل برودكاست. لا تتوهم انه تفهم انه الاني كاست هي بديل للبرودكاست، لا الفكره الصحيحه انه البرودكاست انمحى بالاي بي في 6، ما في برودكاست بعد راحت. اوكي بس سووا تكنولوجي جديده تماما اسمها الاني كاست، تقدر تطلع عليها بالموقع او بالقناه اي بي اي 360، عندي درس يفهمك هذا الموضوع من خلال سلسله دروس الخبره. تقدر تطلع على موضوع الاني كاست، شنو فكره الاني كاست؟ عندنا لاب هناك او بهاي السلسله لاب كامل على هذا الموضوع. تمام الاي بي في 6 اغلب عمله بالمالتي كاست واليونيكاست. تمام اني اي بي يبدي ب اف اف سمثينج، هذا يسمى شنو؟ يسمى مالتي كاست للاول نودز لكل يعني الكمبيوترات الراوترات، هذا يسمى شنو؟ المالتي كاست اول. زين اول راوتر مالتي كاست ادريس دائما يبدي ب اف اي اف اف 02 اف اف 02. الـ IPv6 all router حيعتبر شنو؟ حيعتبر الـ IPFF02 أي شيء يبدي بالـ 1 أو ينتهي بالـ 1 العفو، هذا شنو؟ هذا جماعة الـ all router multicast الـ routers. OK
اوكي بس اي شيء يبدي ب اف اف 02 2 اوكي هذا يمثل لي شنو يمثل لي الكمبيوترات اوكي او الاند نوت او الاول ديفايس اوكي اذا الاف اف 02 يعادل بالمالتي كاست منو ال 224.0.0.2 بالاي بي في 4 وعندك ال اف اف 02 1 هذا يعادله بالاي بي في 4224.0.0.1 هتقول لي هذني وين نستخدمهن حنشوف احنا من نفعل الار اي بي او نفعل الاي جي ار بي او نفعل الاو اس بي اف نشوف التحديث بين ذني البروتوكولات دائما يستخدم هذا يبدي باف اف 02 1 او يبدي دائما باف اف 02 اللي هو المالتي كاست ابديتنج طبعا هذا الرقم ال1 يختلف حسب البروتوكول مثلا الـ RIP 9 يصير الـ EIGRP يصير 10 الـ OSPF يصير 5 و 6 هاي مواضيع يمكن اتطرقنا عليها بالـ CCNA الـ Routing CCNA anyway هاي AIP مختصر هاي النقطة AIP يبدي بـ FF02 هذا Multicast IP هذا Multicast IP هاي النقاط مهمة قبل ما نروح على الراوتينج أريد أشوفكم هاي الصورة مهمة جدا تفهمكم نوعا ما فكرة حشر الماك أدريس أو حشر الـ FFFE بداخل الماك أدريس أو تفهمك شنو فكرة الأوتو كونفيجر لاحظ هذا الماك أدريس مالتك أوكي نضاف بداخله شنو FFFE اللي هي تمثل لي الأوتو كونفيجريشن تكنولوجي يسموها الـ EUI الEUI تكنولوجي أو الأوتو كونفيجريشن تمام الآن خلونا نروح بشكل سريع نسوي راوتينج IPv6 ونعرف كيف نسوي IPv6 راوتينج وكذلك نستعرض العنوان نشوف اللينك لوكال أدريس كيف يصير له كونفيجر أو كيف نشوفه وكذلك نقدر نسوي عنوانه يعني حنستخدم أو نشوف الـ IPv6 بالتطبيق عملي نوعا ما بهذا الراوتينج بروتوكول عندي هنا لاب بسيط جدا حنسوي به موضوع الـ IPv6 راوتينج بشكل سريع حتى نفهم فكرة هذا الموضوع وفكرة العنوانة كذلك في نفس الوقت هروح على الراوتر 1 هنا وحخلي الـ IPات حخلي لوب باك هنا الاي بي مالته 1 دبل كولون 1 وهنا لوب باك 2 دبل كولون 2 هدفي انه اخلي هذا اللوب باك يشوف ال 1 1 1 وال 1 1 يشوف ال 2 2 تمام من خلال شبكه ال 1 2 دبل كولون 1 1 2 دبل كولون 2 حنستخدم بهذا اللاب الراوتينج بروتوكول نقدر بالبدايه نبدي بالار اي بي مثل ما قلت لك يسموه الان جي New Generation okay. RIPNG والبروتوكول الآخر كذلك بعدها نمسح الـ RIP نسوي الـ EIGRP اللي يسموه IP, EIGRP IPv6 وأخيرا الـ OSPF اللي يسموه V3 الـ Version 3 OSPF okay. اللي هو V3 هذا المشروع اللي حنسويه بهذا اللاب بشكل سريع وحنركز ونشوف موضوع كذلك اللينك لوكال خنروح على الراوتر 1 بالبداية خنروح على الراوتر 1 بالبداية ونبدي الكونفيجريشن هروح على الراوتر 1 هنا طبعا أنا الانترفيس المستخدمة هنا هو 0/0 بالطرفين بالراوتر 1 هنا أروح على الانترفيس 0/0 config t interface f0/0 enter هقول له IPv6 enable انتبه فقط سويت enable لل IPv6 ركز وياي سويت فقط enable لل IPv6 اريد اختبر موضوع اللينك لوكال اكو شيء اسمه لينك لوكال اوتوماتيكلي اي بي واريد اختبر موضوع الاوتو كونفيجر هل صحيح يعمل ولا لا خلينا نجي نشوف بعد ما قلت له اقول له نو شت داون خلينا نجي الان نصدر الامر المهم شو IPv6 interface brief اعتقد تعرف هذا الامر بالسي سي ان اي شفناه انتر لاحظ وياي ده يقول لي FE80 من اشوف ال FE80 اتفقنا انه موضوعه هذا معناتها link local automatically IP address تمام زين وهذا بقية ال IP مين جابه اوكي هذا مين جابه هذا الماك ادريس مال هذا الانترفيس 0/0 محشور بنصه FFFE لاحظ هاي ال FFFE وهذا هو الماك ادريس
كيف أتأكد من هذا الموضوع؟ show interface F0/0 enter. لاحظ وياي الماك ادريس مال الكمبيوتر العفو مال هذا الانترفيس هو الآتي. لاحظ 01 1E1 01 1E وكمل هنا 10 هياتها 10 هذا، وهاي الثلاث صفارة شالها وخلى فقط لـ8. حتقول لي دقيقة، أول بتين ما متشابهة، هذا C8 وهذا CA. الأوتو كونفيجر يغير لك كذلك أول بتين من الماك أدرس، بعد ما يأخذ نسخة من الماك أدرس يخليها هنا يغير لك أول بتين من أدها حتى يضمن أنه ما يكون تصادم بموضوع IPv6. إذن صار عندنا IPv6. التساؤل الآن مثل ما اتفقنا كذلك أنه IPv6 دائما أي IPv6 من نشوفه لازم تسأل نفسك، أنا أريد 8 أجزاء، كم جزء أمامي هنا؟ الجزء الأول 1 2 3 4 5، هاي 5 أجزاء. وين الثلاث أجزاء الباقي؟ يعني أريد 8 أجزاء. الثلاث أجزاء الباقي هي عبارة عن كلها صفارة، ثلاث أجزاء صفارة تتمثل بالدبل كولون اللي أمامك. إذن الأوتو كونفيجريشن مع اللينك لوكال ممكن تشتغل، اللينك لوكال ثابت FE80 أوكي، إضافة إلى الماك أدريس وتحشر في نصفه ال FFFE اللي هي تمثل 16 بت، لأنه الماك أدريس 48 بت، تقدر حيصير 64 بت. تسوي تركة صغيرة كذلك الأوتو كونفيجر، تغير أول بتين في AIP، تغير أول بتين مثل ما تشوف هنا. هاي فكرة الأوتو كونفيجر مع ال LLA أو اللينك لوكال أدريس. نقدر نغير اللينك لوكال أدريس، حقيقة اللينك لوكال أدريس يبقى بس يضاف إلى التغيير مالته. كيف؟ لاحظوا يعني أقول له interface F0/0 أوكي، أو خلينا نجرب أي نعم 0/0 ممكن حتى نشوفهم. نقدر نقول IPv6 address 111 أو خلينا نقول 11223344 أوكي، هاي 64 بت. وأنا حقول له شنو؟ حقول له 64 بت الأخرى، لاحظ اقول له هنا شيء اسمه الاوتو كونفيجر، لاحظ اللي هو /64 نعم 64، وكويشن مارك عندنا شيء اسمه EUI اللي هي تمثل لي الاوتو كونفيجريشن او الانترفيس ايدنتيفاير. انا حقول له سوي لي الاو او EUI اللي هو جيب لي ال 64 بت هاي الاخيره، هاي ما لا تغيرها، جيب لي ال 64 بت الاخرى من خلال التكنيك اللي قلنا عليه انه الماك ادريس واحشر بنص ال FFFE وغير اول بتين. تمام، حقول له انتر. خلينا نجي نشوف الاي بي الجديد، شو اي بي في 6 انترفيس بريف انتر. لاحظوا وياي اللينك لوكال باقي، هذا ما يروح، ماخذه هو لينك لوكال، هذا هوية الانترفيس الأصلية، حتى خاف إذا هذا صار بإشكال يرجع على هذا الIP. تمام، لاحظوا وياي هذا الIP أمامك هنا، سوى نفس التكنيك، خلى نفس هذا الIP وخلاه هنا، وال64 بت الأولى أنت طيت هي أوكي. إذن تقدر تتلاعب مع IPv6 بالطرق اللي شفتها. الآن نرجع للتصميم مالتنا، إحنا نريد 1 2 أوكي. هقول لك configti interface F0/0، أنا أريد IP address عفو IPv6 address 12:1، لسوي لي العفو /64/64، لسوي لي auto configure وتدوخني وماك address و FFFE وكذا، هاي العنوان مالتك ما أريد، هاني هذا الIP مالتي أوكي. نجي نشيكه show interface brief، لاحظوا وياي هيات الاي بي موجود، طبعا ذني لازم تمسحهن او تخليهن. لاحظ هو تقدر انترفيس تخلي له مالتيبل اي بي، بس احنا خلونا نركز على هذا الاي بي. اروح امسح القديم اللي هو هذا، اقول له نو العفو لازم اروح على الانترفيس F0/0 واروح اقول له هذا الاي بي ما اريد، اريد اركز على الاي بي واحد فقط. ونجي نشيك اوف اللينك لوكال، ما عندنا اشكال، شو اي بي انترفيس، لاحظ هذا هو الاي بي اللي حنشتغل عليه، هذا بقي ما في اشكال. تمام، طبعا نسوي الانترفيس لوب باك 0
نريد نسوي كذلك الانترفيس لوباك 0 انترفيس لوباك 0 اي بي ادريس هيكون اشقد بالتصميم 11 تمام. اروح اقول له اي بي ادريس 1 دبل كولون 1 انتر. رجعنا اي بي في 6 ادريس 11 دبل كولون 1 سلاش 64 اوكي. طبعا ما يحتاج باللوب باك نسوي نو شت داون هو اب. اذا ننتهي الكونفيجريشن بالراوتر الاول، انتبه وياي بالراوتر الثاني حنسوي نفس الاليات. كونفيج تي انترفيس اف 0 سلاش 0 اي بي في 6 اي بي في 6 ادريس 12 دبل كولون 2 سلاش 64 طبعا نو شت داون. نروح نسوي اللوب باك انترفيس لوب باك 0 اي بي ادريس 2 دبل كولون 2 رجعنا اي بي في 6 اي بي في 6 ادريس 2 دبل كولون 2 سلاش 64 اوكي. اذا سوينا العنوان كذلك شو اي بي في 6 انترفيس بريف. لاحظوا وياي دي يعطيك هذا العنوان العنوان وكذلك اللوب باك هنا. لاحظ اللينك لوكال اجى وحده اوكي، اجى وحده مثل ما تلاحظ اللينك لوكال امامك تمام. اذا الان نريد نوصل هاي الشبكه، تشوف هاي الشبكه والعكس صحيح. كيف نسوي؟ راح نبدي بالار اي بي. افتهمنا العنوان نوعا ما وافتهمنا اللينك لوكال، خلونا نسوي الراوتينج ونتطرق على موضوع المالتي كاست، نشوف المالتي كاست كذلك. هروح على الراوتر الاول واقول له او ابدي اسوي الراوتينج. من شروط تشغيل الراوتينج بالاي بي في 6 لازم تقول له اي بي في 6 يونيكاست راوتينج. خلي ننسى احنا هذا الكومنت مثلا احنا نسيناه، فحقول له اي بي في 6 اي بي في 6 راوتر كويشن مارك. لاحظ اقدر اسوي او اس بي اف اي جي ار بي وار اي بي وكذلك موبايلتي راوتينج. خلونا نركز على الثلاثه الرئيسيه. حقول له ار اي بي انتر، يقول لي incomplete command سوي اسم. حقول له يابا CCNA 00 مثلا واقول له انتر. هنا يقول لي يابا ال IPv6 routing not enable. اذا نحتاج دائما نخلي ببالنا IPv6 unicast routing. خلي هذا الامر، بعد ما تروح تكتب IPv6 route RIP وتعطيه اسم، هذا الاسم يمثل الدومين لل RIP اوكي. اقول له انتر، صار عندنا دومين اسمه CCNA00، صار عندنا دومين اسمه CCNA00. حقول له exit. حروح على الانترفيس F0/0 اقول له IPv6 RIP CCNA00 enable. لاحظ سهولة الراوتينج هنا، لا اروح اسوي نيتورك وشبكات وكذا، لا الفكرة بالراوتينج كله بالIPv6 الآتي. اسوي دومين اسمه whatever any اسم، انا سميته CCNA00، واروح على الانترفيسات الخاصه بالاي بي في 6 اقول لهم رجاء اربطوا بهذا الدومين، التحقوا بهذا الدومين. هاي قصه الاي بي في 6 راوتينج تمام. طبعا اكيد حروح على اللوب باك 0 واقول له نفس الموضوع انيبل. خلينا نروح على الراوتر 2 ونشوف العمليه كيف تكون. نخلي نفس الاسم، حقول له اي بي في 6 يونيكاست راوتينج، اشغل الراوتينج بالبدايه. اقول له IPv6 router RIP CCNA00 enter، وراها اقول له exit. اروح على الانترفيس F0/0 IPv6 RIP CCNA00 يا انترفيس 00 التحق بدومين اسمه CCNA00 طبعا enable اوكي. واروح على الانترفيس loopback 0 اقول له رجاء التحق بنفس الدومين. الان الراوتينج اكتمل. هل ممكن من الراوتر وانا اسوي بينج لشبكه الواحد واحد؟ هقول له بينج 1 دبل كولون 1 انتر، ده يرجع لي ريبلاي اذا صار عندي راوتينج اوكي. هروح على الراوتر الاول اقدر اوصل للراوتر الثاني. بينج ل 2 دبل كولون 2 ده يرجع لي ريبلاي كذلك، الراوتينج تحقق. كيف اشوف الراوت تيبل؟ شو اي بي بي 6 راوتر انتر. لاحظوا وياي ده يقول لي ترى الاثنين ده تجي من خلال الار اي بي، وده يشوفك كذلك النيكس هاب للاف 0 سلاش 0. اذا فكرة الراوتينج مثل ما تشوف، وتكلمنا على هذا الموضوع طبعا بي ال سي سي ان اي، بس مثل ما قلنا احنا نريد نراجع المواضيع وحتى تكون الصورة عندنا أوضح بموضوع الـ IPv6.
خلونا نروح نسوي الـ IGRP. كذلك بنفس اللاب أروح أمسح الـ RIP config T، أروح أقول له no، أنا سويت هذا الدومين IPv6 اللي هو IPv6 RIP اللي هو هذا، أقول له no هذا الدومين. لاحظ فقط قلت له هنا no، إذا أروح أسوي exit وأروح أسوي show run، أوكي احنا المفروض تحت الانترفيس موجود هذا الامر. لاحظ باللوب باك انشال الامر، وبالانترفيس الطبيعي كذلك انشال الامر، يعني مجرد انه انت تمسح الراوتينج دومين حينشال الامر. تتذكر احنا خليناه بالانترفيس، يعني رحنا على الانترفيس وقلنا له يا بس CCNA enable، يعني هذا الامر ما يحتاج تلغيه، فقط تمسح الدومين هو حيمسح من كل الاماكن. تمام، الان اروح اسوي IGRP router، العفو IPv6 router EIGRP تطل أي autonomous system، خلنا نقول مثلا 100، انتر صار عندي EIGRP domain. هنا بال EIGRP لازم نسوي شيء اسمه router ID، نعم شيء اسمه EIGRP router ID، EIGRP router ID وتطي router ID. هنا خلينا نقول 111 اي ID يعني، اوكي بعدها تقول له exit interface F0/0 وتقول له IPv6 EIGRP 100، اوكي question mark enter، تروح على loop back interface loop back 0 فقط، كذلك تقول له IPv6 EIGRP 100. نفس الـ RIP بس الفكرة انه تخلي له router ID. انتبه router ID AIP V4 او AIP يمثل لك الهوية مال الـ EIGRP حتى يقدر يتبادل الراوتينج بيناتهم. خلينا نروح على الراوتر 2، يعني مو شرط الواحد واحد IP موجود وكذا وانترفيس، ابدا فقط هوية. اروح على الراوتر 2 اقول له config t امسح ال no IPv6 RIP، اعتقد اقدر اشوفه هنا اللي هو هذا الامر، اقول له no طبعا المسح من كل الانترفيسات، اقول له IPv6 router EIGRP 100، اوكي انتر EIGRP اللي هو الراوتر ايدي لازم قلنا نسوي نقول 222 مثلا، بعدين اطلع انترفيس F0/0 اقول له IPv6 EIGRP 100 انتر، انتظر شويه حيأسس الاتصال مثل ما تشوف، يعني صار التأسيس او صار الادجسنسي. اروح اقول له انترفيس لوب باك 0 اللي اريد اوصل له كذلك، او اريد نقله بالراوتينج، اقول له كذلك انت EIGRP 100. تمام، الناتج اقدر اسوي بينج الان من الراوتر 2 للراوتر 1، بينج لل1 دبل كولون 1 الطرف الاخر، لاحظ وياي رجع ريبلاي بدون اي مشاكل. اروح هنا بينج على ال2 2 عفوا بينج على ال2 دبل كولون 2 انتر، ده يرجع لي ريبلاي شو IPv6 راوت، لاحظ وياي ده يجي عن طريق الدي، مثل ما نعرف الدي هو شنو، هو EIGRP. طبعا هذا الادمنستريتف ديستانس وهذا المتريكس الخاص بال EIGRP. تمام، خلونا نسوي لو اس بي اف كذلك، config t هروح اقول له no router EIGRP 100 IPv6 router IPv6 router EIGRP 100، اسوي له no، والطرف الاخر كذلك لاحظ ال EIGRP توقف، اروح اقول له هنا كذلك no اللي هو IPv6 router EIGRP 100، اقول له نو. الان خلونا نسوي الـ OSPF اخر راوتينج بروتوكول، كذلك نفس الفكره IPv6 router OSPF question mark، هنا تخلي له process ID نقول له 1، نقدر نقول له exit الان، اوكي العفو كذلك يحتاج له router ID فحرجع عليه، اقول له router OSPF، اقول له راوتر اي دي الان نخلي له اي راوتر اي دي اتفقنا، اوكي وارجع على الانترفيس F0/0 اقول له IPv6 OSPF اللي هو رقم 1 question mark، هنا تطي الاريا، لاحظ هنا يختلف شويه عن الاي بي في 4، هنا تطي الاريا نقدر نقول له اريا 0. تمام، طبعا نروح على الانترفيس لوب باك 0 ونفس الامر ينزل كذلك على اللوب باك. نروح على الراوتر 2 نسوي الـ OSPF.
IPv6 router OSPF1 enter لا تنسى الراوتر اي دي اللي هو 222 او قلنا اي دي اوكي بعدها انترفيس F0/0 تقول له IPv6 OSPF اللي هو ال1 area 0 هذا الانترفيس تنتظر شوية حيأسس اتصال مع الطرف الآخر خلال هذا الوقت تقدر تروح على اللوب باك وتنزل نفس الأمر اللي موجود بالزيرو سلاش زيرو تقدر تنزله كذلك باللوب باك سوي بينج للوان دبل كولون وان الطرف الآخر الآن تأسس نسوي بينج مرة أخرى تمام بدأ يشتغل عندي بشكل صحيح خلينا نجي نسوي بينج هنا للاثنين دبل كولون اثنين انتر لاحظ ده يرجع عندي بشكل بدون أي مشاكل مثل ما تلاحظ هنا إذا فكرة الراوتينج صارت عندنا ووصلت عندنا فكرتها بتطبيق عملي هذا التطبيق مهم طبقه حتى تحاول تفهم فكرة الـ IPv6 كيف يصير الراوتينج between two interface بسيمبل لاب اللي هو أمامك الآن وبعد المقدمة الطويلة نوعا ما لفهم الـ IPv6 وأعتقد يا رب تكون وصلت لكم فكرة الـ IPv6 بشكل مناسب بعد هالمقدمة الكبيرة خلونا الآن نشوف نقاط الضعف بالـ IPv6 شنية وليش الـ IPv6 يحتاج لـ security ما نفهم نقاط الضعف للـ IPv6 إذا ما عرفنا المسجز أو الرسائل اللي تتولد من خلال الـ IPv6 منه بروتوكول كبير جدا مشهور جدا بالـ IPv6 يسموه Neighbor Discover ND حفظ هذا البروتوكول ND اللي هو موضوعنا اللي حنفهم من خلاله ليش الـ IPv6 يحتاج للسيكوريتي لأنه رسائل الـ ND Neighbor Discover بيها مجال للتلاعب بيها مجال انه الهاكر يسوي بيها تلاعب هي هاي الفكرة كلها خلينا نجي نشوف انواع مسجات الـ ND او الـ Neighbor Discover الخاصة بالـ IPv6 تمام وصلنا الى القسم الاخير من الشابتر 12 عرفنا افكار الـ IPv6 وعرفنا الـ Routing IPv6 وعرفنا كذلك الآليات اللي يستخدمها الـ IPv6 بالعنونة الآن خلونا نشوف المسجات اللي تأسس موضوع الـ Addressing أو المسجات اللي تدور بين الـ IP بين الأجهزة اللي تستخدم الـ IPv6 قبل كان عندنا بروتوكول يسمى الـ ARP Address Resolution Protocol يتعامل مع الـ MAC Address والـ IP أعطيني الـ MAC Address حتى أعطيك الـ IP أو أقدر أوصل للـ Destination من خلال الـ ARP Address Resolution Protocol وكنا نعرفه هذا الـ ARP مثل ما تعرفون أصل عمله على الـ Broadcast يعمل على الـ Broadcast لذلك أصبح الـ ARP غير مناسب للعمل مع بيئة الـ IPv6 لذلك لازم أكو بروتوكول آخر يحل محله يا بروتوكول إجا بروتوكول الـ Neighbor Discovery ND يسموه ND أو Neighbor Discovery هذا من يعمل بداخله حوالي 5 messages يشتغلون حتى يوفرون آليات التعارف بين الكمبيوتر مثلا والراوتر أو الكمبيوتر والكمبيوتر الآخر أوكي؟ أكو آليات أو أكو messages حقيقة هي هاي المسجز بيها ضعف وبيها إمكانية الاختراق لذلك لازم تخلي بالك من عدها وتحاول تسوي secure للـ IPv6 تمام هاي المسجات انواعها شنو النوع الاول يسموه RA Route Advertisement إذاعة الراوت وهاي دائما تكون فقط بالراوترات وهاي الخاصية أو هذا المسج ما يخرج من الراوتر مالتك إذا ما تكتب أمر الـ IPv6 Unicast Routing إذا تتذكر خلينا نروح للراوتر اكو امر كان مهم كونفيكتي مثلا IPv6 Unicast Routing اذا ما تكتب هذا الامر هذا المسج ما يعمل اوكي يعني هذا المسج يعمل بمجرد انه تكتب هذا الامر تمام اذا الراوتر يستخدمه للرد على مسج زين يا مسج يعني على مسج الراوت سوليسيتيشن ال RS Route Solicitation شنو فكرة هذا المسج أو كلمة Solicitation معناتها الإغراء أو معناتها الطلب بشكل آخر يعني
انه هذا المسج دائما يكون من الكمبيوتر من الهوست. فالهوست يسوي RS Route Solicitation ويطلب من الراوتر انه يطي الديفولت جيتوي. انتبه هذا الموضوع، يعني الكمبيوتر يطلب من الراوتر الديفولت جيتوي اوتوماتيكلي، هذا ما موجود بالاي بي في 4. الاي بي في 4 لازم انت تخلي الديفولت جيتوي مانيوالي او من خلال الدي اتش سي بي. دي اتش سي بي سيرفر هو يوفر له الديفولت جيتوي، تمام. بس بالاي بي في 6 حتى يسهلون الموضوع قال لك الكمبيوتر اكيد يريد يروح للانترنت، اكيد يريد له جيت واي، فاحنا حنسوي اليه طلب الجيت واي اوتوماتيكلي. هنا صارت الخطوره، هنا صارت نقاط الضعف بالاي بي في 6، حنيجي نشوف ليش. اوكي، اذا الكمبيوتر بالبدايه يسوي راوت سوليسيتيشن اللي هي انه يطلب اريد جيت واي رجاء، هذا المسج اسمه ار اس. اوكي، فالراوتر يجاوبه بالراوت ادفرتايزمنت، يقول له نعم هاي الجيت واي. فالكمبيوتر طبعا حياخذ هاي الجيت واي. انتبه، الشرط لازم يكونوا نفس السبنت ماسك، يعني هذا حيرسل راوت سوليسيتيشن او راوت طلب راوت جيت واي، والاي بي مالته هو 11:1. فاذا اكو فد 50 راوتر هنا، الخمسين راوتر حقيقة حيسووا لكذلك RA راوت ادفرتايزمنت، بس هو ما حياخذ فقط اللي من شبكته، فهذا الراوتر حيسوي له 11:100 مثلا، يقول لي نعم هاي الجيت واي مالتي، تمام. هذا الموضوع يصير اوتوماتيكلي. مرة أخرى، أول شيء نقدر نقول الهوست يسوي راوت سوليسيتيشن أو طلب للديفولت جيت واي، حيجاوب الراوتر بمسج اسمه راوت ادفرتايزمنت، وهذا كله هاي المسجات الاثنين تحت خيمة بروتوكول ال ND نيبر ديسكفر، تمام. اذا بعدها الكمبيوتر راح ياخذ الجيت واي وينتهي الموضوع كله. هاي المسجات الاثنين مهمة، خليها ببالك، حنيجي نرجع لها لانه بيها اشكالية، حنيجي نرجع لها لانه بيها اكو اشكالية، تمام. اكو مسجات اثنين اخرى تقدر تفصلها وتخليها ببالك، لان هاي دائما تشتغل او دائما تشوفها. فكرة هاي المسجات الاثنين شنية؟ نيبر سوليسيتيشن، كذلك الطلب من النيبر، طلب فتشي وطلب شي يعني، والنيبر حيجاوب، يسموه نيبر ادفرتايزمنت. شنو فكرتها؟ النيبر سوليسيتيشنز انه هذا الكمبيوتر عند هذا الراوتر النيبر، فدائما يرسل له مسج كذلك يقول له يابا ان شنو الاي بي مالتك، ويتاكد منه حتى شنو ما يصير التصادم، حتى يمنع الدوبليكيتد. يعني الوظيفه الاساسيه من موضوع النيبر سوليسيتيشن، انتبه النيبر سوليسيتيشن غير الراوتر سوليسيتيشن. اوكي، النيبر ان اس هي توفر لك عدم تصادم الـ IPv6، مسج يشتغل دائما، يوفر شنو؟ يوفر آلية عدم التصادم حتى يعرف النيبر مالت الـ IP شنو. طبعا النيبر لازم يرد عليه، وهذا الحوار بين الـ NS والـ NA مهم جدا إذا يتغير الـ IP، يعني إذا الـ IPv6 يتغير لهذا الكمبيوتر الراوتر الآخر، فحتشوف هذا المسج موجود دائما يعمل حتى يأكد هذا الموضوع ويجزم انه ما في موضوع الديبليكيتد او ما في موضوع تصادم الاي بي، تمام. المسج الاخير الخامس يسموه ريدايركت، هذا موجود حقيقه نفسه بالاي بي في 4، يسموه الاي بي في 4 اي سي ام بي ريدايركت. يعني شنو؟ الكمبيوتر يرسل للراوتر مثلا مسج دي يريد يسوي راوتينج معه او كذا، الراوتر يقول له ريدايركت، يقول له رجاء لا تجي علي، روح على فلان راوتر، يسوي له ريدايركت. اوكي، وهذا مو موضوعنا الان، يعني ما نريد نركز عليه، بس يشبه بروتوكول الاي بي في 4 اي سي ام بي ريدايركت. اكو بروتوكول اخر يسوي نفس العمل، بشكل مختصر انه الراوتر من يوصل له ترافيك يقول له مو انا الراوتر او ليس انا الجيت واي اللي انت تريدها، هحولك على جيت واي اخرى شغاله، ريدايركت يحول الاتجاه، تمام. خلونا الان نركز بموضوع مهم اللي هو اصل موضوع شنو، او اساس موضوع شنو، موضوع الشابتر 12 اللي هو السكيور اي بي في 6. لاحظ السيناريو شنو فكرته.
الكمبيوتر 1 يريد يتصل بالكمبيوتر بالراوتر اللي هو RTR هنا بمثالنا، وهنا اكو هاكر اوكي اللي هو دي يسوي اتاك او دي يسوي كابتشر، يعني هو مان ان ذا ميدل مثلا. الكمبيوتر الاول ما يرسل شنو اتفقنا؟ يرسل راوت سوليسيتيشن اللي هو يطلب من الراوتر او يطلب من عده راوترات، لانه هذا المسج حيكون مالتي كاست اوكي لكل الراوترات اللي موجودين. فمن الراوتر السيم سب نت ماسك راح يرسل له الارسال مال الراوتر او جواب الراوتر، ايش يسمى؟ يسمى راوت ادفرتايزمنت. تمام لحد الان نعرفها هاي ار اس يرسل ويجاوب الراوتر بموضوع الار اي with lifetime، يقول له lifetime x يعني يطيف رقم lifetime x. تمام الكمبيوتر ورا ما دز ريسيف إلى طبعا حيبدي يتعامل مع هذا الجيتوي، او المفروض يصير هو هذا الراوتر جيتوي لهذا الكمبيوتر، حتى الكمبيوتر يقدر يروح من هنا على الانترنت على اي شبكة اخرى، يعني لازم من خلال الجيتوي. تمام لاحظ ايش حيصير الهاكر، ايش حيسوي الهاكر بعد هاي المرحلة الـ RS والـ RA، لح هو يرسل كذلك للكلاينت RA أوكي؟ يرسل له Route Advertisement ويسوي Spoofed، يسرق التايم أو الكود مال الراوتينج اللي موجود بالـ RTP أوكي؟ تتذكر هذا الراوتر دز قال أني X، لاحظ الهاكر دز أوكي؟ دز هنا أنا قال يا بان كذلك راوت ادفرتايزمنت حسوي واسوي سبوفينج اسرقه او احتال عليه، والنتيجه شنو؟ يعني بعد ما يحتال او هذا او هذا الهاكر يرسل لهذا الكمبيوتر يقول يا بان الجيت واي مالتك، شنو اللي حيصير بعد هذا؟ لاحظ الراوتر هنا حيظل ينتظر الكلاينت اراوند 2 اورز اوكي يمسحه، لانه ماكو جواب من الكلاينت يمسحه من الراوت تيبل. هاي المشكلة الأولى، يعني الكمبيوتر فقد الجيتوي الحقيقية. والمشكلة الأخطر إنه الكمبيوتر بدأ يصدق بمن؟ يصدق بالهاكر. لاحظ ورا فترة الـ RA أو الـ Route Advertisement مال الهاكر صار شنو؟ Y، وهذا مو دز X، هذا صار Y كذلك أوكي، يعني دز له كذلك كأنما دا يسوي استمرارية للراوتر الحقيقي. الكمبيوتر ايش حيصير بالنتيجة؟ الكمبيوتر I will use the default gateway، يعني هذا حيستخدم شنو؟ يستخدم الهاكر as a default gateway ويطلع به على الانترنت او على اي شبكة اخرى. هل هذا صحي؟ اكيد لا، هذا حيظل يكابتشر كل الترافيك اللي موجود هنا. طبعا انتبه ما في وجود للدي اتش سي بي مثلا تقول هاي سرقة دي اتش سي بي سبوفينج مثلا، او ما في موضوع راوتينج بروتوكول، يعني هاي السرقه دا تكون بالاي بي في 6 بالميكانيزم مالته اوكي. فهذا الخطوره هنا للاي بي في 6، لذلك هنا مره اخرى سيناريو انه ار اس راوت سوليسيتيشن، الكمبيوتر او الهوست يريد ديفولت جيت واي، الراوتر يرسل له ديفولت جيت واي، ينتظر انه الكلاينت ياكد هذا الموضوع. خلال هذا الوقت الهاكر كذلك يدز ار اي راوت ادفرتايزمنتس، يظل يرسل له راوت ادفرتايزمنتس، بعدين الكلاينت يبدي يصدق. وين يصدق؟ بالهاكر از ديفولت جيت واي. هاي المشكله الاولى، تقدر تقول كذلك المشكله الثانيه. المشكلة الأخرى أنه الراوتر هنا يشيل هاي الشبكة من التيبل، لأنه يعني ما لها وجود بعد، ما سمع عنها أي شيء أوكي. فبالنتيجة الكمبيوتر يبدي يستخدم الكمبيوتر الهاكر as a gateway، ويقع بشباك الهاكر نقدر نقول من خلال موضوع الراوت advertisements وسيناريو الراوت solicitations. إذن هاي فحوة موضوع الـ Security IPv6. لازم تفهم هذا الموضوع، دائما يسموها Security Next Hub IPv6، لأنه الموضوع دي يدور بموضوع الـ Next Hub. حقيقة أكو كم جزء كذلك بعد بالـ IPv6 Security، بس
يمكن تشوفه بالسي سي اي سكيورتي، بس هي هاي النقطة المهمة، كيف تحمي هذا الموضوع وكيف تسوي سكيور لهذا الموضوع. مواضيع بسيطة ومهمة جدا، انه لازم تأكد تقول للراوتر يا بالديفول جيت واي لازم تاخذ هاي الديفول جيت واي مال هذا الراوتر، وتسوي اكسس ليست او تسوي فد بوليسي تخلي هذا الكمبيوتر فقط يسوي كونكشن مع هاي الجيت واي، حتى اذا هذا حاول يدز RA أو Route Advertisements هذا يسوي له إغنور وما يصدق به لأنه already عنده شنو، already عنده policy أو already عنده fed route للراوتر، حتى يعتبر الراوتر هو الديفولت gateway الحقيقية. إذن هذا الموضوع خلي ببالك، أنا تكلمت على الـ IPv6 ككل حتى نسوي مراجعة إلى، تريد أوصل لهاي النقطة، هاي الخمس مسجات خليها ببالك كذلك. أهميتها بالـ CCNA Security مو كثير يعني، بس حقيقة مهم إنه أنت تعرف هاي المسجات الخمسة. أهميتها بالـ CCNA Security يعني ليس بالأهمية الكبيرة، بس مهم جدا إنه أنت من تتعامل مع الـ IPv6 as a professional نقدر نقول لازم تخلي ببالك هاي المسجات الخمسة اللي هي تحت مظلة الـ ND أو Network Discovery Protocol، عفوا Neighbor Discovery Protocol اللي هو بديل على الـ ARP من ناحية الـ IPv4. أتمنى فكرة الموضوع الشابتر 12 وصلت لكم بشكل صحيح. شكرا جزيلا والسلام عليكم.